واش العائلة، مرحبا بكم في فيديو جديد على تراجيدي ديالي ان شاء الله ديال ماما افريكا. في الجزء كنبغي نباكل عواشر جميع الرحالة اللي كاينين في المغرب ولا خارج المغرب، خصوصا الدراري اللي كاينين دابا معيدين في افريقيا وما ياك عارف الدراري يمشيو قبل العيد، كاين اللي معيد في كوت ديفوار، كاين اللي معيد في مالي. العيد تما في افريقيا ما كيكونش سهل، ما كتفهم بالك كما كيعرف كل شيء كيكون بعيد على العائله ديالو، ماشي بحال داركم هنا. يعني فاش انا عييت في غينيا كوناكري مشيت صليت رجعت سبعة غينيا صافي. حتى هما ما عندهمش الماده الزايده، ما عندهمش فلوس باش يشريو، راه مسلمين ولكن ما عندوش الماده باش يشري حولي كما كيشري. المهم اليوم ان شاء الله الفيديو غادي نديرو على غامبيا، حيت شي فين وصلنا السلسله ديالنا غتكون على غامبيا. بالنسبه لغامبيا اول حاجه هي فيزا بالنسبه للمغاربه، عاد ولات فيزا، في الاول كانت بلا فيزا غير مو باقي ما ذاكرينش فيها، ممكن تمشي حتى للحدود، كتمشي حتى للحدود كتطلبها كتوصل. هي بشحال دايره؟ دايره ب 600 درهم 60 اورو، ولكن تقدر تشاطر مع البوليس انت وشطارتك، تشاطر معاه دوي معاه هكا تدي وتجي معاه في الهضره، هما كيديو بلونغلي تجي معاه في الهضره يقدر ينقص لك واحد 100 درهم 200 درهم 200 درهم راه زايده في بنادم. مهم بالنسبه للتراجي ديالها كتمشي ليها من السنغال، اللي ما عارفش تراجي السنغال راه نحطهم في صندوق الوصف، راه حبيت عليها جوج فيديوهات السنغال كامله. كتمشي كتشد الكار، سواء تشد الكار مثلا من داكار، سواء تبقى غادي في الطريق وتركب مقطع تركب وتنزل، تمشي حتى لكاولاك، من كاولاك تسول على الحدود. الحدود كاينين جوج، تسول على حدود كارانغ، هذيك حدود كارانغ هي اللي فيها لاكتيفيتي كوميرسيال، هي فيها من الناس كيدخلوا ويخرجوا بزاف، فين فيها الرموكات كيدخلوا ويخرجوا بالسلعه. المهم كتوصل تما هما كيبقاو حالي، هما بعدا كاين كيبقاو حالي، انا دزت فيها مع شي 8 ونص الليل، كيبقاو حالي حتى ل 10 الليل. غاو مني كتقطع ما غاديش تلقى العباره، ما تلقاش واحد، ما تلقاش الباطو باش يقطعك للجهه الاخرى في كاينه العاصمه بان. هاي دابا 5 دراس، هاي سنترال بنك اوف غامبيا، دابا هادي 5 دراسي هي درهم. وعندهم عاوتاني شقوفه، شقوفه فيها واحد دراسي، هما فيها تمساح بحال هادي. هاي دابا هادي 50 بحال كنقولو 10 دريال ديالنا، هادي كتهدمو لحالو كتلقى شي حدا وحده 7.5 ديال 7.5 دراسي. كاينه هذا نص وهذا، هادي بحال كتقول درهم، درهم ديالنا هي واحد، لكن هادي بحال كتقول تشكل شي جزريه المغربيه دايره بحال هكا. المهم صافي ملي كنصل البانجول ديك الساعه بنادم راه غادي يعرف فين يمشي. كاينين تما بزاف، كاينين بلايص بحال هما كاع البلايص مجموعين في بلاصه وحده بحال سيليكوندا سالاجي، تما في كاينين المحميات اللي باغي يمشي مثلا يشوف. كاين شي واحد المحميه ديال الفاي تما يمجم الفاي، عندهم بحال كتقول شاد دينهم مجمدينهم بحال شي متحف مجمدين تما الفاي. وكاين واحد المحميه في الشمال، ملي كتفوت بانغول كتلقى تما واحد المحميه فيها داكشي ديال السبوعه والتماسح وداكشي، كتدخل لها تقريبا ما فيهاش واقيلا التماس، فيها السبوعة كتدخل لها شوية غالية بشي 500 درهم مغربي، غالية شوية. وبالنسبة لغامبيا راه واحد الدولة اللي كيدوي بلونغلي مسلمين، صغيرة زعما بلا ما يقدر يدورها في نهار واحد مثلا، كاع ماشي الدورة ماشي كاملة، ولكن أغلبية البرايس الزوينين غيشوفهم بلادهم في نهار واحد. ومني كيسالي منها بلا ما كيخرج لزيكنسور كتخرج للسنغال، وفيها هي الصراحة فيها مناظر زويونين، فيها الطبيعة، شرب البلايص اللي فيها، وهي معروفة بزاف بالمونغ، المونغ.